اللي واخد عليك على الصبح كده؟ كنت بفكر هعمل ايه لما انت تموت. مين دي؟ انت بتخوني انا يا كامل؟ انا؟ دي صاحبتي يا علي، اسيبها يعني تبات في الشارع؟ وانا مالي يعني اللي اكرم بيك؟ هاي. هو ما قالكيش بيخون مراته معاكي ليه؟ عشان الجواز ممل. ايه اللي انت عملته ده؟ انت فاكر ان انت كده هربت مني؟ انا استريحت لك من اول ما عرفتك. انا لو وافقت هيكلفك كتير. انا هخليكي اسعد واحده في الدنيا يا فاتن. انت جميله قوي يا مريم، بتعملي كل حاجه ترضيني. انا لو كنت في سنك ما كنتش هسيبك ابدا. تبي اصحاب مع مين؟ مع عشيقه جوزك؟ وانت مين قال لك ان البنات الهاديه الطيبه ما بتعملش حاجات مجنونه؟ يا هاني، ما انت مراتي، مش واحده عرفتها من النادي. احنا من يوم ما اتجوزنا وانت عمرك ما بينتي لي مشاعرك. بس انت شكلك كبرت ومش واخد بالك. ما لقيتش غير الشارع زي اللي عيب يا علي، فونكي ايه. You're so cute. البيت ده مش طبيعي. فهمي، أنا بحبك قوي. أنا بقى كده خفت قوي.